وصل نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسية اللواء ركن فرج سالمين البحسني إلى مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت قادما من المملكة العربية السعودية في زيارة خارجية لمهمة عمل تكللت بالنجاح. هذا وأوضح النائب البحسني في تصريح صحفي عقب وصوله إن الزيارة إلى المملكة العربية السعودية تم خلالها الالتقاء بالعديد من القيادات بالمملكة وعدد من سفراء الدول وكذا المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيموثي ليندر كينغ لمناقشة جملة من التطورات والمستجدات على الساحة الوطنية، وفي مقدمتها تمديد الهدنة الأممية لتحقيق تطلعات الشعب اليمني نحو سلام دائم وشامل وعادل. هذا وهنأ نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي مبعوث بن مبارك إسلام بن ماضي بمناسبة نيله ثقة القيادة السياسية وتعيينه محافظا لمحافظة حضرموت، داعيا أبناء المحافظة بكافة مكوناتهم وانتماءاتهم وأطيافهم إلى الالتحام وتوحيد الصف خلف قيادته الجديدة، راجيا التوفيق والنجاح والسداد للمحافظ الجديد في كافة مهامه لإدارة شؤون محافظة حضرموت.